لمزيد من التفاصيل عن الملف الفلسطيني ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أهلا بكم سيد عز الدين. أهلا بكم. كيف تفسرون هذا الإصرار الأمريكي على قطع المساعدات على الفلسطينيين بدءا بأونروا ووصولا لمساعدات المستشفيات اليوم؟ يعني واضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول أن تظهر إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين في محاولة لنيل رضا اللوبي الصهيوني. نعلم جميعا أن الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس ترامب تواجه أزمة داخلية متعاظمة، فهو ربما يريد من خلال هذه الخطوات يعني كسب ود المزيد من قيادات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، على الأقل للتخفيف عنه فيما يتعرض. للأسف منذ ما قدوم هذه الإدارة الأمريكية كان واضحا أن خطها يتساوق بشكل كبير مع الحكومة اليمينية الإسرائيلية لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، لا سيما أنه ذلك يأتي للأسف في ظل وضع عربي بائس ترك الفلسطينيين لوحدهم لمواجهة هذا العدو، وفي ظل انقسام فلسطيني عاجز عن تشكيل جبهة فلسطينية واحدة لمواجهة هذا العدوان المتصاعد في القدس وفي غير القدس. نعم، ما هي الانعكاسات المتوقعة لسياسات الإدارة الأمريكية على الواقع الفلسطيني؟ يعني بعد أن قرر الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترافه بالمدينة المحتلة عاصمة للاحتلال، لم يبقى شيء يمكن يعني أن نقول أن هنالك يعني شيء سيترتب. هذا عدوان واضح، ويعني المدينة هي أصلا تحت الاحتلال والمدينة أصلا هي تحت المعاناة. لا، لكن أنا كنت أقصد قطع هذه المساعدات سواء على أونروا سواء على المستشفيات، يعني كيف ستتجلى انعكاسات مثل هذه السياسات الجديدة لواشنطن؟ بلا شك هناك سيكون هناك انعكاسات مباشرة على الوضع الإنساني في المدينة المقدسة. أصلا المقدسيون هم يعانون يعني منذ عقود من الممارسات الإسرائيلية ومن الإجراءات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني والمرافق الفلسطينية بكل مكوناتها. هذا الإجراء يأتي ليضيف مزيد من المعاناة ويضيف مزيد من الاستهداف للصمود المقدسي الذي يعني يواجه لوحده هذا العدوان. فبالتالي يعني نتوقع أن يعني تشهد الأوضاع في المدينة المقدسة مزيد من التأزم في الفترة القادمة، وكما أسلفتم أنتم يأتي بالتزامن مع إجراءات مماثلة لاستهداف الكل الفلسطيني، مثلا بالإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا ضد وكالة الأونروا والمساعدات الأمريكية المقدمة لهذه المنطقة. نعم، فيما تكمن سبل الحل لمواصلة دعم هذه المؤسسات الإغاثية وبالتالي دعم العائلات الفلسطينية التي تعيش على هذه المساعدات؟ يعني التصرف الطبيعي أو الحل الطبيعي الذي نتوقع نحن كفلسطينيون من للتعاون مع هذا الموضوع أن يكون لك دعم عربي. للأسف يعني نحن نلوم الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية التي كما قلت لكم هي يعني تحاول أن تظهر إسرائيلية أكثر من إسرائيليين، لكن السؤال المهم أين العرب من هذه المأساة؟ القيادات العربية والزعامات العربية عندما حدثت هبة القدس أو هبة البوابات الإلكترونية قبل أشهر تنافست فيما بينها في من له الفضل في إجبار أو إعداد الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات. أين هي الآن؟ أين هي الآن أمام هذا الاستهداف المباشر للمدينة المقدسة وللمكون الأساسي في صمود هذه المدينة وهو الإنسان الفلسطيني؟ الحل الأول والأخير هو في يد الدول العربية التي يعني تتحمل مسؤولية تعزيز صمود المقدسيين على الأقل فيما في في في, في الجانب الذي يعني قالت الولايات المتحدة أنها لن تتحمله. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.